اهلا وسهلا المتبعين والمشاهدين ديال تعبير مباشره من الدار البيضاء. معنا هذا الحاج موسين اللي صراحه عنده مشاكل مع التغطيه الصحيه اللي نقدروا نقولوا هذا السيد هذا اللي هاي شهاده الاداريه لاثبات عدم الشغل. دابا السيد هذا هو عنده عدم الشغل، ولكن عدم الشغل في الوثائق، ولكن في الواقع هضره اخرى. شد الحاجه هذه خبيها على خاطرك، راه شد لك بما خبيشها. هاد السيد هذا عنده عدم الشغل، هاد الراجل مسن، هاد السيد شي تفاجئ شي خرجوا ليه واحد الغرامه فيها 50000 ولا واحد 46600 ريال اللي تيخرجوا ليه على اساس بانه هو راه خدام والسيد عاطل هو غيعاود لنا. الحاج اش وقع؟ عاود لنا باللول. خويا السلام عليكم ورحمه الله. خويا المشكل عندي مع هاد لاكيس هذا، قال لك 46000 ريال 600، قال لك من شهر 5 2022 كنت خدام بالبطاقه المهنيه. انا البطاقه المهنيه ما عمري خدمت فيها من 2014، انا ربي ربي عندي مسدود من 2014، والبطاقه المهنيه صايبتها ديال الطوبيس، ما عنديش طاكسي ديال الطوبيس ديال الطوبيس والكاميو. اييه دابا من مشيت للسيرفيس الزميلي ديال حي الحسني قال لي خويا حنا ما بيننا وبينك والو. قال لك مشيتي قلت له ودي مشيت لاكيس، قال لي لاكيس حابسك داك الشيء. قال لي سير لاكيس الى عندهم شي ديالي فاش كنت خدام يحسبوا عليك. ها يحسبوا عليك يحسبوا عليك. قال لي هذيك الفلوس قالوا لك تخلصها، انا حاسبين عليا 46000 ريال و600 بالبطاقه المهنيه اللي خدام بها، وانا البطاقه المهنيه ما عمري خدمت فيها، وديتي من الوثائق ديال البيرمي ديالي مشدود، حيت البطاقه المهنيه نهار صايبتها هي بسيرفيس زميل، ما عمرني خديتها. في 2014 وقعت عليا الحادثه، صيبتيها وقعت عندهم كل عام خديتيها قولوا راه وخدي عاود خديت غير ديال الكاميو، غير ديال الكاميو ديال الطويس ما خديتها، ما عمري خدمت بهم من 2014. بيرمي مشدود من 2000 البيرمي من 2014 هو مشدود، بيرمي من 2014 هو مشدود، وحاسبين عليا 46000 ريال 600، حبسي لي الدعم ديالي، حبسي لي الامور ديالي، وانا مريض. دابا لابو محبوس ليا، كيقول لك تخلص 46000، ما خليت فين مشيت، ما خليت ما درت مع الناس، ويتظلموا عليا ويديروا لي هادشي بحال هكا. ما عرفتش انا هاد المشكل ديال ما عرفتش. زيدوا نوضحوا للناس، السلطه ما عندها دخل، القايد والمقدم المقدم ها هو عطاني عدم الشغل، ها هي ها هي عدم الشغل، هاي 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 عدم الشغل، ها هي عطاها هي المقدم، هاي هاي يعني فاش حد انا عدم الشغل وعندي الدلائل، عندي الوراق ديال السبيطار. شهر 5 راني مريض ديال 2022، شهر 5 وشهر 6 وشهر 7 وشهر 4 وشهر 3 مريض انا 2022، حاسبين عليا انتوما هادشي، حاسبين عليا سميري تقول خدام فيه مريض فيه انا، اش حاسبين عليا ديالاش 46000 ريال 600 ديالاش؟ ديالاش اشرحها لي ديالاش؟ ها هي ها هي البطاقة المهنية، ها هي ها هي عدم الشغل، ها هي ها هي عندي، ها هي ها هي عدد الناس اش يقولوا لك؟ كيقول لك اخويا خلص تقول لي بودي عطوني شي دليل كان ناقي يقول لك طالع عليك طالع عليك طالع عليك طالع عليك البطاقه المهنيه طالعه في السيستم طالعه وقول لي ما خديتهاش عطوني ورقه ها هي عطوني ورقه ديال هاي 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 ها هي ياك هاي ها ديالك من شهر ها هي ها هي اش من شهر هذه شهر 5 قال لك شهر 5 شهر 5 2022 قال لك خدام من شهر 5 2022 خدام وشطرت شهر 3 وشطرت 2021 شهر 3 2023 هذاك التشطيب قال لك من وراه خلصنا بداك الشيء اللي كنتي خدام بالبطاقه المهنيه خدام بها هي عندهم والبيرمي ما عنديش راه ما والبيرمي مشدود ليا بالوراق نمشي للحبس انا اذا صرت كنكذب بيرمي في المحكمه عندي دابا دابا في المحكمه البيرمي ديالي ها الوراق ديال المحكمه ها الوراق ديال المحكمه عباد الله ها الورق ديال المحكمة ها 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 الورق ديال المحكمة ها 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 الورق ديال المحكمة ها هما قراو ها هي ورقة المحكمة هاي غرامة 8000 درهم مقلع 20000 فرنك ما عنديش باش نخلصوش نحسب البيرمي ديالي وتشرت ها هي غرامة ها هي إذا كذبت نمشي للحبس شحال فيها؟ 8000 درهم مقلع 20000 فرنك ما عندكش باش تخلص عندي الوراق عندي الوراق من غير هادشي عندي ما عندكش باش تخلصها 8000 درهم مقلع 20000 فرنك باش تخلص أنا ما عنديش ولهذا سمحت وتشرد تشرد وليت كندور في الزناقي وليت كندور في الزناقي دابا تشرد ومريض 4 سنين دابا ديال الكره شهر 12 ديال هذا العام هذا غتكمل عليا 4 سنين واحد المره كتاخذ 5000 وواحد واحد المره ماتت خوتها الورثه كيتسالوني دابا عاد شهر 12 غتكمل عليا 4 سنين مليون و200 هذا شهر 12 اللي غيدخل ها هما الوراق ديال المحكمه استفدتي بالدال ما عطاوش ليا ما بغاوش يعطيو ليا لا ولا البطاقه المهنيه لا ولا سميتو لا ولا لا لا الامو
لا حتى لابو ما عندك زاد. راه دابا الفلوس خارجه ليا ديال الدعم ديالهم باش يعطوها ليا. حابسين عليا قال لك خلص. ملي كنمشي لعندهم قال لك اخويا خلص. ملي كنعيط في هذيك 39 يقول لي خاصني نصلح امورك. شي صلح راسك اخويا، صلح الامور ديالك، قد راسك اخويا. واش انا اخويا قد راسي؟ واش انا خدام حتى الخدمه؟ واش انا خدام حتى الخدمه نخلص 46000 ريال و 600؟ واش انا فاش خدام؟ راه الناس جاو عندي، راه الناس ديال الاحصاء جاو عندي وشافوا الحاله ديالي. اذا كانت عندي شي حاجه في السميه ديالي ولا عندي شي املاك ولا عندي شي حاجه ولا كنتخلص نتعاقب على هادشي. اذا صرت كندخل على درهم في النار نتعاقب على هادشي. هادشي نتعاقب عليه نمشي عليه للحبس. راه كنتسمى انا نصاب كذاب انايا. الله يجازيكم بخير. شي واحد يكون فلاكيس يحل لي هذا المشكل، الله يحل عليه بيبان الخير. الله يرحم لكم الوالدين. شي واحد فلاكيس، شي انسان، شي مسؤول، مدير ديال لاكيس، شي ولد الناس، شي انسان يكون يخاف الله يفك لي هذا المشكل. الله يفك عليك الله يحل عليك بيبان الرزق إذا ما فك لي المشكل ديالي. سميتك وكنيتك باش يعرفوك شكون؟ لوريقة عمر. لوريقة عمر. التليفون ديالي 06-65-31-04-79. عاود قول. 06-65-31-04-79. لوريقة عمر. اللي حل لي هذا المشكل ديالي في لاكيس الله يحل عليه بيبان الخير، الله يحل عليه بيبان الخير. رانا مريض. أنا مريض. الله يرحم لكم الوالدين. عطوني ديالي. عطوني الامور ديالي وطلقوا لي هذاك الدعم ديالي اللي عطانا سيدنا خليني ما تعيش فيه. رانا عنديش، رانا عان بيا الى الله. دابا سيدنا عطاك راه سيدنا الله ينصر عطانا الدعم وانتم بتحيدوا لي راه حشومه. عطوني ديالي راه بديوا لي ديالي. رانا عنديش لا بيكاله لا موطور لا حتى حاجه ما عندي. راه عندي بوطه صغيره صغيره، بوطه صغيره في الدار، راه شافوها الناس، راه شافوها صحاب الاحصاء، راه شافوا كل شيء وتالموا. اقسم لك بالله واحد البنت اللي بدات تبكي قسما بالله عادي من اذا ريح دخلت المحل وبدات عينها زرقوا بالدموع. ولي قال شي حاجه اللي عندي. كنتي سائق كنتي عايش كنت في المهنه ديالك الشيفور، دارت بيا ليام وليت في هذا الشيء هذا، وليت في هذا الحال. دارت بيا ليام وغنلوح التصاور ديالي في الفيسبوك، راه غنلوحهم غتشوفوني كيفاش كنت. دارت بيا الوقت الله يرحم الوالدين. حلوا لي المشكل. حلوا لي هذا المشكل الله يرحم لكم الوالدين. شي انسان بلا كيس يحل لي هذا المشكل الله يرحم لي الوالدين. وهذيك السيده اللي هذيك السيده اللي في لاكيس ديال الصوفي الله يرحم لها الوالدين زيرات معايا الله يكثر خيرها. ما صابش لي الجهد. ما بقاش لي الجهد. يكون واصل. الله يرحم شي واحد يكون يخاف الله، يشوف بينه وبين الله، يفك لي هذا المشكل. انا مزاوج لك في وليداتك ومزاوج لك في الله. إلا ما فك لي هذا المشكل ديالي، راه ما عندي حتى شي حاجه. راه ما عندي لا بطاقه مهنيه راه خدام بها، راه ما عندي لا بيرمي. راه البيرمي ديالي مشدود ها هو. ها الورقة. ها عدم الشغل. راه ماشي كنكذب حقيقه، راه ما كنكذب ما والو. راني تقهرت وضريت ورجعت كندير هاد الفيديوهات. رانا تسدوا عليا البيبان، راه ما بقيت عارف فين نزيد، راه ما بقيت عارف فين نمشي، ما بقيتش عارف فين. حتى من الرويزه راه تنق مشيت لها في الرباط. قال لك سير اخويا الرويزه سيرفيس زيمين ديال الحي الحسني سير ديالكم. ومشيت سيرفيس زيمين، السيد مسكين قال لي الواقع ما كذب عليا ما والو. قال لي اخويا احنا ما دايرين لك والو. قلت راه قال لي لا كيس. قال لي سير اخويا لا كيس. اذا كان عندهم شي دليل فاش كنتي خدام مين كتعاود لك دوك الفلوس؟ واش كنتي خدام شي بلاصه؟ قلت لي لا. قلت لي اودي لا. كانت عندي 1701 نقطه خديتها في 2000، خديتها في شهر 6 ديال 2023 ومعت 2022 خديتها. راه مشيت سوانيت بها ودوزت بها على راسي. ما يرحمكم الوالدين، ما يرحم الوالدين. 06-65-31-04-79. وكنشكر صحابي الاصدقاء ديالي في الولفة، راه مساكن توا مره كينوبوا عليا. ما بقيتش كديت ونوصلهم، كيحنوا فيا الله يحن عليهم راه كيشوفوني. ما قديتش ونوصلهم. وواحد السيد في بوركو انت هو الله يكثر خير، واحد جوج الناس الله يكثر خيرهم. راه ما بقيتش، راه عييت والله الا عييت، والله إذا عييت قسما بالله تعييت. هاد السيد اخوتي راه ما باش نوضح، هاد السيد هذا راه ماشي تيطلب، راه ما دارش المرتبه باش يطلب. هاد السيد راه بغى شي مسؤول يكون مسؤول نزيه، شي مسؤول نزيه اللي ياخذ ليه الحق ديالو ويرجع ليه هاد الخليصه ديالو. راه لدرجه قال لك كاينين شي صحابي مساكن كانوا تيروفوا عليه سائقين، قال لك وليت تنحشم انا نشوفهم. كافة شي مسؤول يحل ليه هاد المشكل ديالو ويرجع طالبهم بالحق ديالو. الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير، الله يرحم الوالدين، الله يجازيكم بخير. راه ماشي ولا دابا تبغي باك تكون عنده 61 عام يبكي، تبغي باك هكا تشوف باك
شوف من فيه الشيء واحد الستينان كيبكي كيبكي على والو من الظلم. الله يجزيكم بخير ما تشوفوا من حالي، الله يرحم لكم الوالدين. راه ما عندي لا امور، ما عندي لا ذكيه لا 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 بطاقه مهنيه لا والو، راه ما عندي لا بطاقه مهنيه لا والو، بطاقه مهنيه ما عمرك خدمتي تديرني ديري راه مشدود. اذا كنت بغيت كيبكي بحال هكا انا الله يرحم الوالدين، الله يجزيكم بخير. اللي في ذاك يفك لي الموت راني عييت، الله يرحم الوالدين راني عييت وطبس مريض. الله يجازيكم بخير. شي واحد اذا كيبغي با يبكي بحالك يبكي يشوفني بحالك خليني بحالك، اذا كنت بغي با يبكي بحالك خليني بحالك. الله ينصر سيدنا، الله يخلي لنا سيدنا، الله يشافيه ويعافيه ويخلي لي صحيحته. شكرا الخوت، سمحوا لي، شكرا.